اوبا، اوعى والزد تي ايه واللي بتعمله النهارده. اعزائي المشاهدين، مساء الفل عليكم، ازيكم وعاملين ايه؟ قدمنا مع بعضينا الزد تي ايه النوبيا الريد ماجيك، التليفون بتاع الالعاب والقوه القاتله والجباره وسفاح الالعاب زي ما بيقولوا. النهارده اول تابلت او بادز من زد تي ايه مخصص للالعاب، على فكره ده هيعجب الجيمرز جدا. النهارده بتقدم زد تي ايه الزد تي اي النوبيا الريد ماجيك النوفا، اول تابلت رائع سفاح للالعاب. هنستعرضه النهارده مع بعضينا وهنشوفه حته حته، وعلى فكره اول حلقه واول قناه تقدم التابلت المخصص للالعاب من زد تي اي اللي معانا النهارده. هنشوف النهارده مع بعضينا شياكه التصميم وحلاوه الروعه في الديزاين اللي بتقدمه لك زد تي اي، وهنشوف قوته في الالعاب، هنشوف كمان ما له وما عليه، نقاط القوه بتاعته والضعف وسلبياته وايجابياته، عشان في اخر حلقه اقول لكم بريف بالمختصر البسيط عن سلبيات وايجابيات التابلت او الباد ده، وفي نفس الوقت اقول لكم سعره عشان يبقى عندكم المعلومه كامله للتابلت ده. تخيل كمان ان التابلت ده فيه كمان زراير تريجر من فوق عشان تقدر تتعامل معاه كانك بالظبط بتتعامل مع دراع بلاي ستيشن، حاجات كتيره جدا جدا، بختصر لكم الوقت عشان نقدر نستعرضها بسرعه. المهم يا جماعه، القناه امانه ما بين ايدين حضراتكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وعشان ما اطولش عليكم يلا مع بعض نستعرض التابلت الروعه اللي من شركه زد تي اي، وهو الزد تي اي النوبيا ريد ماجيك النوفا، التابلت او الباد الجديد. اسم طويل شويه صح؟ انا اخوكم اشرف عرفان ودي قناتكم انتوا، قناه ثاندر ليجند. يلا بينا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، إزيكم؟ أخباركم؟ يا رب تبقوا بخير. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ثاندر للتكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم أخوكم أشرف. الريد ماجيك يا جماعة، زد تي إي بتتحفنا بالتابلت الجديد بتاعها النوبيا الريد ماجيك النوفا. هنستعرضه النهارده مع بعضينا، تابلت الألعاب، معلومات كتيرة، خليكم معانا وتابعوا الحلقة لغاية الآخر عشان تشوفوا قوة وأداء التابلت اللي معانا ده. قبل ما نبتدي نراجع، مش هنسى افكركم الاشتراك في القناه لو سمحتم وتفعيل زر الجرس وتفاعل الحلقه عشان تعلى في خوارزميات اليوتيوب. يلا مع بعض نراجع التابلت الروعه اللي معانا النهارده من زد تي اي، الزد تي اي النوبيا الريد ماجيك النوفا الجديد. يلا بينا. كعادتنا في وصف التابلت، التابلت مستطيل الشكل مع دائريه الحواف عدم حديتها، البيزلز طبعا عريضه شويه، الكاميرا السيلفي لو انت حاطه بالعرض، كاميرا السيلفي في المنتصف في الاعلى، من الظهر بقى لو بالطول علامه الريد ماجيك في المنتصف طبعا، وعلى الشمال خالص نقول خط مستطيل كده اوله خالص قطعه مستطيله بسيطه، دي اللي فيها المروحه وفيها طبعا اللي بيسموها الار جي بي او الالوان اللي بتبقى حوالين المروحه والكاميرا، مع امتدادها للاسفل كده شكل كده جلوسي قوي اللي فيه او مبين شكل الرامات ومبين شكل البروسيسور او المعالج، تحت خالص كلمه ريد ماجيك اللي هي بتبقى بالالوان وبيبقى شكلها حلو قوي وشياكي قوي. في العموم التصميم بتاع التابلت ده فلات من اليمين او من الامام ومن الخلف، وبالنسبه للفريم برضو فلات، ما فيش اي انبعاجات خالص او اي كيرفات في التابلت ده. التابلت ده اعلن عنه في 5 سبتمبر 2024، اتطرح للبيع في نفس يوم الاعلان. التابلت ما بياخدش شريحه الاس اي ام او اي شريحه اتصال. ابعاد التابلت الطول في العرض في السمك 253.3 في 164.6 في 7.3 ملم. اما الوزن المقدر للتابلت دوت فهو 530 جرام. التابلت على فكره بيدعم القلم او الستايلس سبورت، وفي قلم بينزل على فكره من زد تي اي بيدعم الكتاب عليه او الديزاين، او للناس اللي بتحب يعني الديزاينرز يعني اللي بيحبوا يصمموا ويعملوا تصميمات بيبيعها او بتبيعها زد تي اي في الستور بتاعها. من الامام طبعا بالازاز ومحمي بازاز طبعا جوريلا جلاس من النوع الثالث. الفريم والظهر من الالومنيوم ومطعم طبعا بالجلاس او الازاز في الجزئيه اللي انا قلت لكم عليها اللي هي المستطيله الطويله دي. بيدعم طبعا الار جي بي اللايت في الظهر او الالوان لما بيجي لك اشعارات او بيجي لك نوتيفيكيشنز.
ومدعم طبعا بنظام التبريد اللي هو الفانا المعروفة اللي محطوطة ورا واللي معروفة في كل أجهزة نوبيا الريد ماجيك عامة من ZTE عشان يبرد البطارية عشان يديك أكتر وقت لاستعمال للألعاب. طبعا الفريم والداخلي والمحاط طبعا حوالين البطارية طبعا بالألمونيوم عشان يعمل أو يساعد على نظام تعلية التبريد من الخلف. بالنسبة للشاشة، الشاشة من نوع الـ IPS LCD مليار لون، الريفرش ريت معايا واسمع معايا كده 144 هرتز، معدل عينة اللمس 6000 أو 630 هرتز، النتس بيوصل ل 550 نتس وبيدعم على فكرة HDR 10 بلس. أما المساحة 10.9 إنش بقوة استحواذ 82.6% وبريزوليوشن شاشة 1800x2880 بيكسل، سبيكت ريشيو 16:10 مع كثافة بيكسلات 312 بيكسل لكل إنش، يعني درجة برضو التشبع الألوان فيه تحفة وحلوة، مش هنقول واو قوي زي ال 400 بيكسل للإنش، لكن 312 ده حلو قوي، بيدي لك تشبع ألوان للتابلت ده وشكل جميل جدا للألوان بالذات في الألعاب، بيدي لك الألوان بتاعته جميلة جدا. وعشان طبعا التابلت ده مخصص للألعاب، اسمع معايا بقى الفيتشرز بتاعت السيستم والبروسيسور. الاندرويد 14 مع الواجهة الريد ميجيك المعروفة OS 9.5 مع وجود بروسيسور من شركة كوالكوم سناب دراجون 8 الجين 3 اخر جيل الجيل الثالث، المعتمدة بتاعته 4 نانومتر وده على فكرة اوكتا كور او 8 انوية، ومعروف جدا طالما ده تابلت الالعاب لازم تبقى البروسيسور او المعالج مع الرامات مع الذاكرة لازم يبقوا اقوية. عشان كده اسمع معايا كده الكاستم الرئيسي او الكور الرئيسي او النواة الرئيسية بقوة 3.4 جيجا هرتز، صاروخ سفاح فعلا، كورتكس اكس 4 والتلات انواع المتوسطة بقوة 3.1 كورتكس A720، اما النواتين المتوسطين التانيين فبقوة 2.9 جيجا هرتز كورتكس A720، اما النواتين الموفرين الطاقة فبقوة 2.2 جيجا هرتز كورتكس A520. التوليفة الروعة دي من الانوية بتدي لك قوة اداء سفاحة جدا قوية فعلا وبتديك اعلى اداء للالعاب بالذات. كارت الجي بي يو او الرسومات من نوع الادرينو 750 وده على فكره جيجا هرتز لوحده، يعني ده لوحده كارت شاشه عالي قوي عشان يستحمل القوه والضغط بتاعه الالعاب. طبعا ما فيش كارت ميموري بيركب ولكن بينزل بالذاكره اما 256 او 512 او 1 تيرا من النوع اليو اف اس 4.0 احدث نوع من الذاكره عشان يعمل سرعه تداول للداتا والبيانات حتى في الالعاب، فتلاقي فيه سرعه وقوه. الرامات بقى بتيجي من نوع احدث حاجه ال بي ال دي دي ار ال 5 اكس، اما 12 جيجا بايت رام مع 256 او 16 جيجا بايت رام مع 512 او 24 جيجا بايت رام مع 1 تيرا، فعلا قوه اداء رعب رعب مرعبه فعلا قوه الاداء في التابلت ده. الكاميرا الخلفيه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.9 بيدعمها ال اي دي فلاش، موجود ال اي دي فلاش و اتش دي ار بانوراما، واحلى حاجه انه بيصور فيديو ب 4 كي بفريم 30 فريم بير سكند، يعني تقدر تصور بيها محتويات وتعرضها من التابلت ده من الكاميرا الخلفيه. اما الكاميرا الاماميه فهي 20 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.0 وبيدعم على فكره تصوير فيديو 1080 بكسل بفريم 30 فريم بير سكند. سماعات بقى تحفه بقى، اربع سماعات في الجوانب جايه بنظام ستيريو ومفيش مكان لتركيب الجاك 3.5، ولكن السماعات مدعمه على فكره بسناب دراجون الساوند. وحدات الكوميونيكيشن هنا روعه، الواي فاي بقى احدث حاجه دول باند، البلوتوث بفيرجن 5.3 احدث حاجه، الجي بي اس مش موجود، الان اف سي موجود والراديو مش موجود، اليو اس بي من نوع تايب سي وعلى فكره بيدعم الفيديو الاوتبوت والماجنتيك كونكتور بين، يعني تقدر ان انت تقدر عن طريق الشحن الماجنتيك ان انت ايه تحط او تشحن التابلت ده، وطبعا بيدعم طبعا الفيديو اوتبوت لانك انت ممكن تشغل الالعاب عليه وتوصل الالعاب على مونيتور خارجيه او شاشه خارجيه وتقدر تلعب على مساحه كبيره جدا طبعا بدراعات او بالكونسول الدراع بتاع البلاي ستيشن. التحفه بقى في التابلت ده انه في بصمه، والبصمه على فكره في الزر بتاع الباور الجانبي ودي احلى حاجه، وجميع السنسورز الموجودة في جميع التابلتس الباقية موجودة في التابلت ده. البطارية السفاحة أو البطارية المرعبة اللي جاية مع التابلت دوت نوع الليثيوم 10100 ملي أمبير، شحن سريع معاها 120 واط، بيشحن 50% في 15 دقيقة وبيشحن من الزيرو ل100% في 45 دقيقة، أنت متخيل القوة المرعبة في الشحن. التابلت ده بينزل منه لونين، اللون الأسود الشياكي قوي واللون الأبيض اللي بيسموه السنو فول، شكله شيك قوي 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 زي ما في الصور باين. طب خد بقى السعر بقى،
سعر التابلت ده وقت تسجيل حلقة 500 يورو. عارف 500 يورو احنا بنتكلم في كام؟ تابلت ثمنه تقريبا 26,000 جنيه. انت متخيل ان تابلت بالقوة والاداء ده ثمنه 25 أو 26 ألف جنيه؟ طيب سلبيات التابلت، التابلت للأسف ما بياخدش شريحة سواء من النانو أو سواء من الإلكترونيك SIM. الشاشة بتيجي من نوع IPS، ما بتجيش من نوع الأموليد. لو كانت من نوع الأموليد كانت هتبقى تحفة. والتابلت ما بياخدش كارت ميموري للأسف، والكاميرا الأمامية ما بتسجلش فيديو بقوة 4K، وكنا نتمنى أنها تسجل طبعا بقوة 4K. لغاية هنا لا، التابلت ده بصراحة قوي جدا جدا جدا، مليان بالمفاجآت، خاصة السعر مقابل القيمة اللي بيقدمها والأوبشن والفيتشرز العالي اللي بيقدمها. لغاية هنا احنا وصلنا لنهاية الحلقة، يا رب تكون المعلومات فادت حضراتكم، ورحب جدا بالاستفسار في أي وقت. ما تنسوش يا جماعة الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والتفاعل الحلقة عشان تعرف خوارزميات اليوتيوب. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.